Sí, te lo estoy mandando. Yeah, mobility for right. Yes, 1 second. It's gonna be ready. Yeah, 1 second. Yeah. Yeah. Come on. Come on. Ready? Yeah, yeah. Ready. خلونا نشوف رأي الناس بالفيديو هذا. خلود تقول انه احسبه شاري يخت لها. لا يا بنتي، الناس اللي كذا ما يفرح لو اشتريت لهم يخت. وش يعني يخت؟ يخت بيشوفوه لا عادي، يخت عادي اكيد يعني بتفرح. شاري لها شنطة، والله لو ابيعها امن مستقبل ومستقبل عيالي ومستقبل المخرج المسكين ذا قدامي. منية او منية ما ادري الاسم صراحة، تقول ليه التركيز الاعلامي على احلام وزوجها؟ شوفوا لكم شيء ثاني يكون فعلا مهم وخلوا احلام بحالها. ايه كذا ذوقه حلو، ولا ما كانت تزوج الملكة أحلام؟ ومنصور يقول تخيل في ناس ناموا فاتتهم هذا اللقطة وهذا الخبر، وأبشرك يا منصور أنا واحد منهم. نوار تقول شفتوا كيف أبسط شيء يسعدنا؟ من جد يا جماعة أبسط شيء يسعدهم. أوه شنطة قيمتها لو تاخذ قرض ما يجيبها، فعلا أبسط شيء يسعدهم. نواف المالكي يقول الماسكة الشبكة، والله قشطة هي اللي تستاهل الشنطة. أنت يا أبويا بالذات لازم ترجع تعيد حساباتك وتنظم حياتك من أول وجديد. في النهاية يا جماعة